مكالمة شيكابالا، هل هتكون كلمة السر في خطوة إمام عاشور المقبلة وروشتة إنقاذ موسم الزمالك مع جمال حمزة نجم الكلاسيكو النهاردة؟ مساء الخير وحلقة جديدة من الكلاسيكو. واضح إن أخبار انتقال إمام عاشور للأهلي قلقت نجوم الزمالك اللي بعضهم بدأ يتدخل فعلا علشان يطمن إن إمام عاشور نجم الزمالك السابق ولاعب ميتلاند الدنماركي الحالي مش هيلعب في النادي المنافس النادي الأهلي، بالتحديد شيكابالا اللي عرفنا في الكلاسيكو إنه اتكلم فعلا مع إمام عاشور في الأيام اللي فاتت. ده سؤال، هل هينتقل إمام عاشور للأهلي ولا لا؟ شيكابالا اتصل بإمام قال له بشكل واضح إمام ما تروحش الأهلي لأن مكانتك بقت كبيرة في قلوب جماهير الزمالك ودي مكانة هتخسرها بالتأكيد لو لعبت في الأهلي. كمان شيكابالا قال له أنت لو رجعت من ميتلاند على الزمالك مرة تانية هيتم تقديرك بالشكل اللي يرضيك تماما لأنه خلاص بالفعل بقى واحد من أهم نجوم الكرة المصرية بلا شك. رغم الأخبار الكتير عن انتقال إمام عاشور للأهلي لكن بنأكد لحضراتكم في الكلاسيكو إن مفيش أي مفاوضات حصلت بخصوص هذا الموضوع لا رسمية بنتكلم ولا حتى شفوية. اللي حصل بالظبط إن في تدخل أو زي ما بيقولوا كده يعني جس نبض من بعض المقربين بعض المحبين في النادي الأهلي اللي بدأوا محاولات إقناع إمام عاشور بالفكرة وعرضوا الموضوع على مجلس إدارة الأهلي وأكدوا إنهم على استعداد لدعم الصفقة مادياً في حالة موافقة الطرفين. والحقيقة إننا ملحقناش نفرح بالبداية المميزة جداً والمبشرة لمشوار إمام الاحترافي اللي خلانا نتفائل بإنه الانتقال لميتلاند مجرد خطوة للانتقال لدوري من الدوريات الكبيرة. لكن برضو تفاجئنا بتراجع غريب وسريع في مسيرته مع الفريق اللي بدأ بعدم مشاركة إمام عاشور كأساسي لحد خروجه تماما من الصورة وبعد كده تفاجئنا ببيان من ميتلاند بيعلن فيه سفره لمصر علشان يتعالج من الإصابة. وده الحقيقة كان قرار يمكن مش عارف أول مرة تقريبا في حياتنا نشوفه من نادي أوروبي لأنه الطبيعي أنه الأندية بتكون حريصة على علاج اللاعبين وبتكون تحت ملاحظتها وإشرافها. فلما نشوف مع حضراتكم كده مشوار إمام القصير جدا يعتبر قصير مع ميتلاند دلوقتي هنلاقي أنه لعب فقط 7 مباريات. 7 مباريات دول عمل فيهم إيه؟ سجل هدفين يمكن كانوا هم أول مباراتين ليه تقريبا لعبهم مع الفريق، سدد 17 تسديدة منهم 4 على المرمى، تمريراته الصحيحة كانت 104 بجانب 11 تمريرة صحيحة و5 مراوغات صحيحة وخد 8 فاولات. طيب عايزين برضو نتكلم، احنا لسه بنتكلم عن الزمالك والنهاردة الحقيقة من شوية كان يوم يمكن محبط بالنسبة لجماهيره لكنه سعيد على الجانب الآخر بالنسبة لجماهير الإسماعيلي. الإسماعيلي النهاردة فاز على الزمالك 2-1 في الدوري الممتاز. ياو أنور سجل الهدف الأول الإسماعيلي، محمد أشرف فروقة سجل بالخطأ في مرماه، وسجل ناداي اللي ابتدى يلاقي نفسه مع الزمالك هدف فريقه الوحيد. الزمالك زي ما احنا عارفين مهمته بقت صعبة جدا في التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي بعد ما وقف رصيده عند 43 نقطة وحاليا هو في المركز الرابع. الإسماعيلي بيهرب من منطقة الهبوط بعد نتائج مميزة جدا مع كابتن حمزة الجمل وبيرفع رصيده ل 29 نقطة النهاردة في المركز ال 14. معانا على التليفون واحد من نجوم خط الوسط السابقين مع الزمالك ومنتخب مصر كابتن إبراهيم صلاح. أهلا بيك يا كابتن معانا في الكلاسيكو. ازي حضرتك يا حسام؟ طبعا مبروك على البرنامج الجديد وان شاء الله يكون اضافه قويه للاعلام الرياضي باذن الله. ميرسي يا كابتن. تطبيق افكار اوسوريو كابتن ابراهيم صعب فعلا على لعيبه الزمالك او اللاعبين المصريين عموما؟ مش تطبيق، هو الوضع العام صعب جدا في كل حاجه. يعني واضح هو مفيش طريقه لعب، مفيش طريقه لعب ومفيش حاجه خالص. احنا شايفين كارثه كرويه يعني بتحصل في نادي الزمالك الايام. طب السبب في ده ايه؟ المدير الفني
يعني فلسفه المدير الفني في اللعب المدير الفني بعيد خالص الفتره دي. احنا شايفين مستويات لعيبه يعني صعبه جدا. يعني انا لحد دلوقتي بعد المباراه مش قادر افهم زي حل الجمهور. يعني انا لاعب كنت كابتن نادي الزمالك لكن انا بتكلم كاني مشجع. انا يعني مش شايف طريق لعبه، مش شايف اداء، مش شايف حد بيلعب، مش شايف لعيبه بتنفس حاجه، مش شايف روح. انا يعني الموضوع بقى صعب جدا بصراحه. فربنا يكون في عون جمهور الزمالك الفتره اللي جايه من اللي هو بيشوفه. والامور بقت صعبه جدا جوه النادي. ف يعني نتمنى ان لازم مواقفه تتم في النادي والامور ترجع لطبيعتها، عشان الوضع باين ان هو داخل في مرحله سيئه جدا. يعني طيب النهارده في انتقادات كبيره لمستوى رؤى ومؤخرا تحديدا، وانت طبعا كنت من نجوم خط الوسط، خط وسط الزمالك. ايه رايك او ايه تقييمك لمستوى رؤى الفتره الاخيره؟ هو يعني انا مش محمله كل حاجه، لكن هو اكيد طبعا هو بعيد جدا عن المستوى اللي المطلوب منه او من الناس كلها، ومش هو بس. عشان ما احملوش كل حاجه، انا شايف ان اللعيبه كلها مستوى سيء جدا. يعني مش عايز احمله كل حاجه، او هو غلط في كوره الجون ان انا شايله كل المباراه لوحده، لكن المستوى سيء. هو كمان واحد من الناس السيئين في الملعب، وزمايله كلهم ما فيش خالص خالص ما فيش تركيز من اي لعيبه. ما فيش روح كمان اللي شايفينها في اللعيبه، ما فيش حميه، ما فيش حد حاسس كده ان خايف على التشيرت. يعني حاجات كتيره قوي مش لاقي لها تفسير. يعني الله اعلم بقى، ممكن الاوضاع اللي في النادي مأثر عليهم، الظروف خارجيه غصب عنهم، لكن الوضع العام الوضع شكله سيء. يعني مش ده قيمة نادي الزمالك، ومش دي اللعيبة اللي تشيل تيشيرت الزمالك بالمنظر ده. يعني أنا شايف لا مبالاة كبيرة، وفي كل المراكز وفي كل اللعيبة. يعني مش حاسس إن حد بيعمل اللي عليه في الملعب. مقتنع بأسور يا كابتن؟ هو أنا لسه ما شفتش منه حاجة عشان أقتنع أو ما أقتنعش بصراحة. أنا ما شفتش منه حاجة. أنا شفت هو حابب ينفذ حاجات، لكن مش باين لها معالم. يعني هو اللي عرفته من المصادر اللي موجودة جوه النادي إن هو حابب ينفذ طرق لعب معينة، بس ما فيش. أنا مش شايف فيها فلسفة حاجة. شوية؟ ممكن هو راجل طبعا يعني اول مره يدرب في الدوري المصري والدوريات العربيه دي، فاكيد هو عنده يعني طريقه لعب معينه بينفذها. ممكن اللعيب المصري مش هيفهمها، ممكن الامكانيات الموجوده معاه دلوقتي ما يفهمهاش. اعتقد ان مثلا نادي الزمالك كان فيه من فتره بسيطه، من خلال السنه والسنتين اللي فاتوا، كان عنده قوام يقدر ينفذ اي طريقه. وشفنا مستر فيريرا بلاعيبه اقل والقيد مقفول ان هو عمل كوره حلوه وعمل اداء كويس ونتائج وخد الدوري سنتين. لكن الوضع الحالي مش هيساعد اي مدير فني. فانا الراجل بحطه اخر حاجه ان هو معذور بامانه. يعني جيب لقى فرقه واقعه بدنيا وفنيا، ولاعيبه بعيده عن مستواها، واصابات، ولاعيبه النهارده بيغيب ناس كتير. فاعتقد ان ربنا يكون في عونه، والفريق شكله مش كويس، فهيحتاج شغل كتير جدا، ومحتاج اللعيبه كلها لازم تبقى تقف وقفه مع نفسها وتقدر ترجع. لان مش ده وضع نادي الزمالك، ومش ده الحال اللي يبقى نادي الزمالك عليه. مش قادرين حتى ننافس ان احنا ندخل بطوله افريقيا، فالموضوع صعب جدا. تتوقع مين ينهي الموسم في المركز الثاني، الزمالك، بيراميدز، ولا فيوتشر؟ هو يعني في الوضع اللي انا شايفه كده كمستوى الانديه الثلاثه، اعتقد ان بيراميدز الاقرب. يعني اتمنى الزمالك، لكن شايف ان بيراميدز هيبقى الاقرب ان هو ينهي في المركز الثاني. يعني احنا من شويه في الانترو اتكلمنا عن فكره رجوع امام عاشور وانباء رجوعه لمصر، بتتوقع خطوته اللي جايه ممكن تكون فين؟ وانت كمان يعني تنصحه بايه؟ انصحه طبعا يعني بسم الله الرحمن الرحيم لازم يفضل في اوروبا. يعني احنا سيبناه في نادي الزمالك يسافر عشان قلنا حلم واحتراف وكده. فانت رجوعك بعد شهرين تاني ترجع مصر تاني، حتى لو للزمالك، يبقى انت عملت ايه؟ طب كنت خليتك والجمهور كان نفسه انك تكمل، وكنا فرحانين بيك، وانت ادائك كويس وتلعب دولي. لكن انت، احنا شفنا منحدر غريب، رحت فريق مجهول محدش عارف عنه حاجه، ما بتشاركش بشكل اساسي، جت اصابه قالوا بيتعالج في مصر. اعتقد ان الموضوع فيه لغز غريب. انا لحد دلوقتي انا شخصيا مش فاهمه، لاني انا سمعت كلام حضرتك اللي انت بتقوليه. هو ما فيش فريق اوروبي بيقول للاعيب روح اتعالج في بلدك، صعبه جدا. يعني يعني انا اول ما عرفتها حسيت ان في حاجه غريبه في الموضوع، ودي حقيقه. يعني لو رجع للكوره في مصر، تتوقع يرجع الزمالك ولا ممكن يروح لنادي اخر؟ لا هو يعني احنا نتمناه في الزمالك. لو ناوي يرجع، يرجع في الزمالك بيته والنادي اللي عمل له اسم، مع احترامي يعني بامكانياته، بس نادي الزمالك ضاف له كتير جدا وعمل له كتير جدا وهو عمل اسم امام عاشور. فانا اتمناه لو موجود في مصر يبقى على نادي الزمالك، واتمنى له هو شخصيا ان هو ما يبقاش موجود. لا كمل في رحلتك الاحترافيه، واحنا نفسنا نشوف اللعيبه كلها محترفه في اوروبا. شايفين
المثال الكبير بالنسبه لينا كلنا محمد صلاح والنني ومصطفى محمد ومرموش. احنا عايزين نماذج كتير تبقى في المستوى ده. واتمنى الامام ان هو ما يفكرش في موضوع العوده لمصر خالص دلوقتي. انت لعيب لسه صغير وبقيت لعيب دولي ولعيب كبير وامكانياتك كبيره. فاتمنى له ان هو يكمل مسيرته الاحترافيه بس بطريقه افضل شويه، او يقدر بقى يحسن من طريقته، او هو يبدا يغير من نفسه في لغه في حاجات كتير قوي عشان يقدر يتماشى مع الاحتراف عشان يقدر يستمر. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم. طيب نرجع تاني للاعبي خط الوسط، ولكن هذه المره نروح للنادي الاهلي. أخبار الفترة اللي فاتت انتشرت عن عروض قطرية بتتكلم عن انتقال حمدي فتحي، لكن بنأكد لحضراتكم من هنا من الكلاسيكو إن هذه الأنباء مش صحيحة. مفيش أي عرض جه لحمدي، لا رسمي ولا مفاوضات ودية مع إدارة النادي لحد دلوقت. وبحسب معلوماتنا أيضا في الكلاسيكو النادي الأهلي في طريقه لتعديل عقد حمدي فتحي علشان يحطه في الفئة الأولى في مرتبات الفريق، بعد طبعا ما فرض نفسه كواحد من اهم نجوم الفريق في الفتره الاخيره مع النادي. الاهلي طمن حمدي بخصوص تجديد عقده زي ما قلنا، طلب منه انه يركز في الملعب فقط، اكد انه فكره رحيله مش مطروحه للنقاش اساسا، خاصه وان دوره بيزيد وهيزيد اهميه الفتره اللي جايه مع بدء كمان قبول فكره بيع ديانج. احنا كنا بنتكلم عن قابلية بيع ديانج في الصيف اللي جاي في حالة وجود عرض مادي كبير، وهي الفكرة اللي كان مرفوضة، يعني مجرد حتى ان كانوا يفكروا فيها في المجلس في الفترات اللي فاتت دي ما كانتش فكرة واردة. لكن طبعا الكلام ده كان قبل الهدية اللي احنا عايزين الحقيقة نشكر اللي فكر واللي أهدى النادي الأهلي بهذه الهدية الحقيقة اللي فكر وكان يعني فكرته ان مروان عطيه ينتقل للنادي الاهلي، وكان ده طبعا في يناير اللي فات وكان جاي من الاتحاد السكندري. وشفنا التالق المبهر ربنا يحميك، وغير من حسابات مجلس اداره الاهلي بخصوص ملف الانتقالات اللي احنا بنتكلم عليها في الصيف اللي جاي. سبحان الله، يعني اذا كانت حسابات مجلس الاداره اتغيرت من فكره التفكير في بيع ديانج لقبول فكرة رحيله في حالة تواجد عرض مادي زي ما بنتكلم، فالعكس بالظبط هو اللي حصل في موقف بيرسي تاو اللاعب الجنوب أفريقي المتميز اللي كان الأهلي بيسعى بكل قوة لوجود أي عرض مناسب علشان يرحل في الصيف اللي فات، اتحول النهاردة موقفه تماما للتمسك بيه. برضو مصادر في الكلاسيكو بتأكد أنه النادي هيبدأ مفاوضات تجديد تعاقد تاو اللي عقده مع الأهلي بينتهي بنهاية الموسم اللي جاي، بعد ما تألق بشكل واضح جدا وفرض نفسه كواحد من أهم نجوم الفريق في الموسم اللي حالي. وشفنا امبارح عمل إيه قدام الترجي. بيرسي تاو كان نجم المباراة، نجم مباراة الأهلي والترجي، وسجل فرادس هدفين علشان يرفع رصيده لأربع أهداف في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، بجانب طبعا صناعته الأربع أهداف علشان كمان يكون ساهم بشكل مباشر في 8 أهداف خلال 9 مباريات له. مع الكلام عن دوري أبطال أفريقيا النهاردة بتيجي سيرة نبيل معلول. نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي بيعلن رحيله عن تدريب الفريق على صفحته الشخصية على فيسبوك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي على ملعب رادس بنتيجة 3-0 في ذهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، علشان تنتهي آماله وطموحاته نظريا للتأهل للمباراة القادمة هنا في القاهرة. نبيل معلول طبعا كتب كلام كتير جدا بيتفهم في حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، اعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكنه من إدخال الفرحة امبارح في قلوب جماهيره العريقة. في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب. طبعا اتكلم عن الأسباب، وشفنا الحقيقة برضو امبارح الصورة اللي كانت بتعبر عن استسلام الحقيقة نبيل معلول. واحنا بنتكلم النهاردة شفنا حملة جماهيرية قوية جدا في كل الصفحات المنتمية للترجي على السوشيال ميديا
بتطالب بالتعاقد مع بيتسو موسيماني اللي لمح امبارح كمان لرحيله عن تدريب اهلي جده وقال لك سلام. احنا تواصلنا مع مصادر مقربه من مجلس اداره الترجي قالوا لنا مفاجاه ان استقاله معلول لم يتم قبولها لحد دلوقتي، لكن متوقع ان كابتن معلول يرحل رسميا خلال ساعات قادمه. وعرفنا كمان ان التعاقد مع موسيماني شبه مستحيل، انتوا عارفين ان موسيماني بياخد مرتب ضخم جدا، مرتبه كبير جدا مقارنه مع امكانيات الترجي الحاليه. كمان مصادرنا في الكلاسيكو في البرنامج اكدت ان معين الشعباني هو المدير الفني القادم للترجي، هو طبعا المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، وهو المرشح القوي جدا لتدريب الترجي في الفترة الحالية، وانه الساعات اللي جاية هتحسم هذا الموضوع. دي الصورة بكلم حضراتكم عليها، صورة الاستسلام الحقيقة. في مفاوضات ثلاثية بتتم ما بين إدارة الترجي والشعباني وإدارة سيراميكا كليوباترا. نرجع تاني للمحترفين، وواحد من أهم المحترفين المصريين في الموسم الحالي مصطفى محمد. مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي المعار في فريق جالاتا فنانت الفرنسي في الموسم الحالي، وفي تقارير بتؤكد، هذه تقارير تركية بتقول ان جالاتا سراي متمسك بالحصول على 5,750,000 يورو مقابل بيع مصطفى محمد لأي نادي، وده ربما يصعب مهمة بيعه في الميركاتو اللي جاي. قدامنا تقرير هتشوفوه دلوقتي، قدامنا تقرير لصحيفة ستار بتقول انه علاقة مصطفى محمد مع نانت انتهت بالفعل، لانه النادي الفرنسي مش هيقدر يدفع الرقم ده. برضو مصادرنا في البرنامج اكدت لنا معلومات مفاجاه شويه، وهي انه نادي بيراميدز بدا بالفعل يتحرك للتعاقد مع مصطفى، جهز عرض قوي جدا وعرض مالي مغري جدا لمصطفى، وهيخليه من اصحاب اعلى الرواتب في الدوري المصري. لكن ان انت تقنع نادي التركي بالتنازل عن طلباته الماديه، اعتقد ان ده التقرير التركي، اعتقد ان ده هيكون صعب شويه او صعب كتير كمان على بيراميدز. على التليفون معانا كابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي وستراسبورغ فرنسي السابق، اهلا بيك يا كابتن. تمام، اهلا بيك، ببارك لك طبعا وعلى البرنامج الجميل، وبالتوفيق طبعا. ميرسي ذوقك. في كلام عن رجوع امام عاشور لمصر بعد 3 شهور من بدايه رحله احترافيه، وفي رأيك كده أسباب عدم اكتمال التجارب دي؟ معظم المحترفين المصريين ما بيكملوش في أوروبا ليه؟ لا، أسباب كتير طبعا، كتير يعني، أسباب كتيرة جدا يعني. أولا طبعا عنصر التأقلم، مش أي حد بيتأقلم في الجو الأوروبي أو الشكل العام. طبعا السوق طبعا أكيد اللغة بتفرق بشكل كبير جدا، اللغة بتفرق، وأنت عارف اللعيب المصري كمان عامة بيحب يمشي في الشارع فاكر بقى زي مصر، ناس تسلم عليه وناس تتصور معاه، أوروبا مش الكلام ده خالص، تحس إنه نجم. طبعا انت بتتكلم العنصر الثاني، الموضوع هو التأسيس اصلا من صغر، التأسيس هناك البدني بشكل كويس جدا، بيشتغل هم بدني بشكل قوي جدا، التمرينات البدنيه هنا بالنسبه لفرنسا او بلجيكا او اي حتى دوله اوروبيه الجرعه التدريبيه بتبقى قويه جدا. فاللعيبه برضك بيبان عليها الاجهاد، عشان انت عارف الدوري المصري الناس كلها بتتمرن ساعه وربع، يعني مش نفس الحمل التدريبي هناك. ثالث حاجه والشكل الكبير اللي هو اللعيبه حسب العقليه بتاعته، اللي هو العقليه اللي بتفرق، شايف العقليه دلوقتي بتاعت محمد صلاح مختلفه عن كل الناس الموجوده، ده اسباب النجاح بتاعه. الحاجه الاكيده اللي لازم اللعيب، لازم هو اللعيب المصري لازم يطور نفسه اللغه عشان يعرف يتاقلم مع الجو العام هناك، يعرف يتكلم، يعرف المجتمع هناك بيتكلم بيقول ايه بالظبط. فدي كلها اسباب كتيره بتخلي اللعيب المصري لازم يكون شاغل نفسه مش جوه الملعب بس، عندك لازم بره الملعب عنصر النجاح الموجود معاك، مانجر كويس بيشغلك بشكل كويس، بيقدر يسوقك بشكل كويس، وده اللي احنا شايفين نموذج متكامل مع محمد صلاح، مع راجل موجود المانجر بتاعه بره الملعب بيوفر له كل سبل الراحه، هو راجل عليه بس التمرين واللعب والاداء، صح، هو ده اللي بنتكلم فيه. فالعنصر ده في لعيبه كتير العقليه بتاعتها بتبقى صعبه شويه، ما بتقدرش تتاقلم مع الجو العام. النادي بيفرق. خطوه الانتقال لميتلن كانت بدايه صحيحه اصلا يبتدي بيها امام عاشور مشواره في اوروبا، ولا شايف الدوري الدنماركي مش احسن حاجه، يعني مش من احسن الدوريات اللي سهل اللاعب المصري انه يتاقلم معاها؟ ده بالعكس، يعني انا بقول هو ميتلاند ده نادي بطل هناك في ميتلاند، حتى بيلعب في الويفا كاب، هي في الاتحاد الاوروبي،
فهو نادي كويس وفي لعيبه نوعيات كويس. هو كان المفروض يتاقلم بشكل احسن من كده. وحتى لما راح في الاول المدير الفني اداله وجاب هدف المفروض كان يمشي على نفس السيناريو ده ويمشي على نفس الشكل دوت. ايوه بس طبعا زي ما قلت لك التمرين بيفرق. المدربين بره ما عندهم التمرين وعندهم الالتزام. زي ما انت شايف ان كنا عندنا هداف الدوري الانجليزي عمرو زكي في اول اسابيع 10 اهداف بعد كده قعد في مصر والدنيا اختلفت. زي ما بقول لك هي العقليه بتاعت اللعيب نفسه. فامام عاشور طلع نادي ميتلاند دي خطوه كويسه اللي هي الدوري الدنماركي قوي جدا مش زي مثلا الانجليزي او الالماني او الايطالي او الفرنسي. لا دوري اقل شويه فدي كانت باترينا كويسه عشان يقدر يروح انديه كبيره. اللي هو كان عايز يوصل لنادي كبير او دوري اقوى من كده كان المفروض كان الموضوع بالنسبه له سهل جدا. أيوة. زي لو جيت تحسبيها محمد صلاح مثلا راح بازل النادي في اوروبا سويسري. النادي في سويسرا نادي محترم بيلعب برضك نفس الويفا كاب بس نادي برضك مش نفس الدرجه او نفس القوه بتاعت الدوريات الثانيه. فخد مثلا دي سبورت في الاول بعد كده ابتدى يشتغل ثاني بقى خلاص وصل اللي خلاص بقى يعرف يتعامل في اوروبا بشكل كويس. فدي الخطوه اللعيبه اللي بتفرق عن اللعيب. بس انا شايف امام حتى هو طالع يعني هو متازم يعني حاسس هو يعني لو هو عنده طموح ممكن ان انا هقعد ماتشين بس هرجع ثاني وهلعب. الناس كانت عايزاه كنا دافعين فيه مبلغ كويس. صحيح فهي دي اختلاف طبعا عقليه لما تقول العقليه والطموح اللعيب عايز ايه بالظبط. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ابو مسلم. بعد الفاصل نجم الكلاسيكو جمال حمزه وكلام كتير عن الزمالك وعن المحترفين المصريين. خليكم مع الكلاسيكو. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في الكلاسيكو. كلام كتير جدا عن النادي الزمالك. ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك حاليا؟ مشرفنا كابتن جمال حمزة في الاستوديو واحد من اهم كباتن طبعا نادي الزمالك. برحب بيك ومشرفنا في الكلاسيكو. ربنا يخليك ميرسي ومبروك على البرنامج. ميرسي. عايزة ابدأ الحوار بس خلينا نروح نشوف مع حضرتك والمشاهدين تقرير ونرجع تاني. يلا بينا. اتفضل. خسارة جديدة تعرض ليها نادي الزمالك أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعت الفريقين لحساب الجولة رقم 26 من الدوري الممتاز علشان يعقد الفريق من حساباته ويصعب موقفه في مهمة حجز مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي. الزمالك اللي اتأخر في النتيجة بهدف مبكر للدرويش قدر إنه يسجل هدف التعادل عن طريق إبراهيم أنداي، ولكن في الشوط الثاني هدف عكسي لمحمد أشرف رؤى يتسبب في خسارة الفريق للمباراة علشان تكون دي الخسارة رقم 7 للزمالك في الدوري والأولى مع المدير الفني الجديد أوسوريو. ورغم إن دي المباراة رقم 4 لأوسوريو مع الزمالك ولكن بدأ تخرج انتقادات لطريقة لعبه وفلسفة المدرب إلا أكيد لعيبة الزمالك لسه ما قدرتش تحفظها وتطبقها كويس على أرض الملعب، وده اللي ظهر في ماتش بروكسي اللي رجع فيه الزمالك في النتيجة مرتين وكان قاب قوسين أو أدنى من توديع كأس مصر في أولى مفاجآت البطولة، وده خلى جماهير نادي الزمالك تبدأ تتساءل عن مصير الفريق في الفترة اللي جاية، خاصة إن الزمالك بيمر فترة حرجة من الموسم ومحتاج فيه كل نقطة وبينافس على الفوز ببطولة واحدة بس وهي كأس مصر. فهل ينجح الزمالك في إنقاذ الموسم؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا في الكلاسيكو جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق. برحب بكم مرة تانية وبرحب بنجمنا الكبير كابتن جمال حمزة، ومرة تانية برحب بحضرتك. مش عارفة أبدأ من الأول ولا من الآخر، يعني النهاردة كان عندنا مباراة من شوية قدام الإسماعيلي وبرضو خسر نادي الزمالك قدام الإسماعيلي 2-1. نبدأ من إيه؟ نبدأ من الآخر يعني. نبدأ من الآخر. هزيمة النهاردة دي سببها إيه؟ لا سببها حاجات كتير متراكمة مش النهاردة بس. يعني هي يعني مش عايز أحمل المدير الفني يبقى هو المتحمل المسؤولية لأنه بقاله فترة قصيرة موجود مع الفريق. النادي كله بيمر بأزمات إدارية كتيرة، ففي أمور كتيرة بتأثر على اللعيبة وبتأثر على
تركيز اللعيبه، ممكن يكون يعني اتقال في التقرير ان طريقه اللعب ممكن تكون لسه اللعيبه ما فهمتهاش او ما بتطبقهاش بنسبه 100%، فده برضو جزء من الموضوع. الراجل لسه ما اتعرفش على امكانيات اللعيبه، ودي اخطر حاجه في القصه، انه المدير الفني ما يبقاش لسه عارف امكانيات اللعيبه اللي متواجده معاه، لانه زي ما قلت لك هو بقاله فتره قليله موجود في النادي، فهيبقى صعب ان هو يعني يكتشف كل كبيره وصغيره عن كل لاعب، دي محتاجه وقت. كنت اتمنى ان هو يسمع للناس المساعدين اكتر من كده، لانه المعلومات اللي عندي انه الناس اتكلمت معاه كابتن مدحت مش ما بيسمعش، خلي بالك الاجانب اغلبيتهم بيبقى هو اللي في دماغه هو اللي عايز ينفذه، يعني هو بيبقى شايف حاجه معينه او فكر معين، لسه ما بيبقاش برده عارف طبيعه اللاعب المصري، طبيعه النادي اللي هو متواجد فيه. النهارده مباراه هو ممكن يكون كان شايفها في الجدول انه الزمالك الرابع والاسماعيلي ال 14. ايوه، فتوقع انها مباراه سهله. بالظبط، ممكن يعني ممكن تكون جت في دماغه كده، انما اي مباراه للزمالك مش سهله، خصوصا ان انا بلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، على استاد الاسماعيليه، لا مباراه مش سهله، مباراه صعبه، ايا كان ظروف الفرقتين، هي من الكلاسيكيات اللي موجوده في الدوري المصري. صح. ففي حاجات كتير زي ما بقول لك، هي محتاج وقت عشان يقدر ان هو يتعرف على الاجواء المحيطه باللاعب المصري، وزي ما قلت لك النادي مر برضه بمشاكل اداريه كبيره. في حاجات كتير، مجلس الاداره موجود ولا مش موجود، يعني كل دي امور اللعيبه اكيد بتفكر فيها، لانه وضع طبيعي كل لعيب بيبقى يعني عايز يدور على مصلحته، وعايز يعرف هو مصيره رايح فين او مستقبله رايح فين، في حاجات كتيره بس جدا. بس حتى يا كابتن، حتى لما بدا الزمالك النهارده في اول الموسم في بدايه 23 ما كانش بهذا السوء، النهارده أسوأ، صح؟ يعني ليه النهارده الاداء؟ لا مش حكايه أسوأ ولا حاجه، لا هي حكايه بس انه زي ما قلت لك، هي ما بتغير المدير الفني غير لما المدير الفني اللي كان موجود مستر فيريرا كان بقاله فتره كبيره موجوده، متواجد مع اللعيبه، متواجد في النادي، لا كان موجود قبل كده في مصر في فتره سابقه، فبرضه ملم شويه بالاحداث، ما كانش فيه المشاكل الاداريه اللي موجوده في الوقت الحالي، في حاجات كتيره برضو اثرت اكيد. شخصيته مأثره على الفريق، شخصيته الجنونيه، افكاره مش متماشيه مع اللاعبين المصريين عندنا. مين؟ اوسوريو مدير الفني؟ احنا لسه ما اقدرش اكتشف شخصيته في الوقت ده، لا صعبه جدا، انا شايف انه نحتاج وقت اكتر من كده عشان نقدر ان احنا نكتشف فعلا هل هو يعني من الناس اللي هي مصره، اصل في مدارس، في مدير فني بيبقى مصر على طريقه، ايا كان امكانيات اللعيبه اللي معايا انا بلعب بالطريقه دي ما بغيرهاش، وفي مدير فني بيغير طريقه لعبه على حسب امكانيات اللعيبه اللي معاه. وهو مدرب كبير وبيدرب نادي كبير واكيد عارف. بالظبط، فهو يعني اكيد عنده خبرات كبيره والسي في بتاعه قوي جدا. فبرضو الظروف اكيد برضو المحيطه بالنادي ككل اكيد برضو مأثره يعني. طب لما نيجي كده تعالى مع بعض نقيم لاعب لاعب ونبدا من الاخر. خلينا نتكلم عن رؤى. النهارده رؤى بيسجل هدف عكسي، رغم ان ده خطا ممكن يكون وارد جدا، لكن بشكل عام في انتقادات جماهيريه كبيره جدا لمستوى رؤى في الفتره الاخيره. ده بسبب ايه؟ يعني بسبب دي عوامل فنيه ولا عوامل نفسيه ولا ده عدم تركيز؟ ايه؟ بص يعني انا دايما ما بحبش ان انا اخد لعيب او اشيل لعيب من المجموعه وتشيله الليله. مستحيله، لانه انت ما بلعبش تنس، بلعب كرة قدم، 11 لاعب معاك، بدلة ومعاك مدير فني، يعني منظومة كاملة. هي المنظومة دي لو مش مكتملة وكل أركانها بتعمل دورها بشكل صحيح، عمر ما النادي هيكسب أو عمر ما الفرقة هتكسب. صح. فما ينفعش إن أنا أقول النهاردة إنه رؤى مش كويس فعشان كده الزمالك خسر، لا طبعا مستحيل. لا احنا ما نقولش كده، لا يعني قصدي إنه إن مستوى اللاعب لوحده مستحيل لا يكسب فرقة ولا يخسر فرقة. أيوه، انما لما بتبقى حاله عامه يبقوا مثلا 7 8 لعيبه مش في حالتهم، هو ده اللي ممكن ياثر.
ولو 7-8 لعيبه في حالتهم الكويسه ممكن يكسبوا الفرق. صح. انما فكره ان انا اهين لاعب، لانه فكره الجمهور بيبقى طبعا في حاله غضب رهيبه، فغصب عن الجمهور ساعات بيبقى بيوصل لمرحله الاهانه للاعب. فاللاعب اكيد برضه يعني بشر، بشر، ومش عايز حد يهينه ولا عايز حد يعني ولا حد يشتمه ولا حد يجيب سيره اهله ولا ابوه ولا امه ولا غير مقبول طبعا تماما. فلما اللاعب بيرد بيبقى هو اللي غلطان، فهي من الاول الغلط موجود في الاهانه. يعني لو انت بتهاجم لاعب، قصدك في مين اللي بدا بالظبط؟ مين اللي بدا بالظبط؟ الجمهور. يعني مش حكايه الجمهور بدا، لو الجمهور غاضب ابعد عن الاهانه، وابعد عن الحاله اللي تبقى فرديه. يعني ما شيلش لاعب واحد القصه مسؤولية كلها، مسؤوليه الماتش او اداء الفريق بالزبط. ككل بالظبط كده. سامسون وابراهيم ناداي هل فعلا مناسبين لنادي الزمالك؟ لا، لغايه دلوقتي لا، ما قدموش حاجه ان هم ان اقدر اقول ان هم فعلا مناسبين لنادي الزمالك لغايه دلوقتي لا. يعني فتره كبيره، ممكن ناداي ممكن يعني التمس له العذر شويه انه قعد فتره طويله مصاب، واحنا كنا عارفينه من قبل كده كان مستواه كويس مع وادي دجله. فممكن يكون مع المباريات ممكن، انما سامسونج لغايه دلوقتي ما قدمش حاجة. لا ما قدمش اي حاجه خالص. تفتكر ليه؟ يعني عايز اسالك برضو نفس السؤال. هي دي امكانياته اضعف من ان هو يبقى متواجد في نادي الزمالك. مش محتاجه. طب انت جبته ليه؟ لا ما هو انا مش انا اللي جبته بقى. مش انت يعني انت جبته ليه؟ الاختيار بقى. اللي اختار اللي فكر فيه. الاختيار بقى. ما هنا الاختيار، يعني اختيار كان شايف ايه في سامسون؟ لا ما انا ما يعني برضو انا ما عنديش معلومه مين اللي اختار او مين اللي كان في الوقت اللي فات، مين اللي بيختار اللاعب او مين المتواجد. كان مستر فيريرا هو المدير الفني. ايوه. ف اكيد هو كان ليه راي او اكيد كان موافق ان هو يكون متواجد. فمعرفش برضو هما يعني اتفرجوا عليه فين او شافوا ايه المميزات بتاعته انه يكون متواجد في نادي الزمالك، انما انا اللي احنا شايفينه في المباريات لا مستواه بعيد جدا انه يكون مش متواجد. مش مبشر يعني. لا خالص. شايف ان ممكن يتم الاستغناء عنه في الفتره اللي جايه دي؟ اصل بصي كمان اللاعب المحترف غير اللاعب المصري. يعني اللاعب المصري ممكن تستحمليه شويه. انما لعيب بيجي بياخد بالدولار وحاجز مكان للاعب تاني محترف، ما بتدولوش فرصه. صعب قوي. فانا جايبه ليه؟ يعني انا عندي 5 اماكن بس محترفين. لو انا دي برضو وجهه نظري، لو انا ما عنديش 4 في كل الانديه بقى، مش في الزمالك بس، في الانديه كلها عندها 5 اماكن، لو ما فيش على الاقل 4 في الملعب، يبقى انا المفروض ان انا ما اجيبهمش. اجيبهم ليه؟ يعني انا هجيبهم بديهم بالدولار. في نفس الوقت حاجزين مكان، وفي نفس الوقت اللاعب المصري اللي موجود عندي بيبقى افضل منه او هو اللي بيشارك. فانا شايف انه يعني اغلبيه الانديه لو احنا بنتكلم على المحترفين هتلاقي ناديين 3 هم المستخدمين المحترفين بتوعهم بشكل كويس. انما لو بتتكلمي على الزمالك لا، الاهلي مثلا لا، لو احنا بنتكلم على الاهلي علي معلول. في حد تاني مؤثر؟ لا. بس فهي المفروض يبقى الفكر بتاع المحترفين بالذات المفروض يبقى فيه افضل من كده، لانه انت بتدفع فلوس وبتدفع فلوس كتيره وبالعمله الصعبه. فلا كان لازم يبقى فيه تفكير افضل من كده بالنسبه للعيبه المحترفه. طيب ده بالنسبه للعيب محترف. طب لما نيجي نتكلم عن واحد زي مروان حمدي تمام، والزمالك بيستغنى عنه، ورغم ان مفيش منافس حقيقي النهارده لسيف الجزيري في مركز المهاجم، هل شايف ان ده كان قرار صحيح؟ هو بنتكلم عن لعيب مصري اهو. يعني بصي هقول لك على حاجه برضو، مروان طبعا لعيب كويس جدا. بس في لعيبه ما بتقدرش ان هي تلعب طول الوقت تحت ضغط، لانه اللعب في الزمالك والاهلي ومنتخب مصر ضغوطات مختلفه. يعني الضغط بتاع اللعب في الزمالك والاهلي مختلف. ان انا كل مباراة لازم اكسب ايا كانت ظروفي وايا كانت المنافس وايا كانت البطولة. انا بلعب عشان اكسب. ففي لعيبة ما بتقدرش ان هي تستحمل الضغوطات دي، لانه كمان مع النتائج لما بتبقى سلبية الجمهور بيضغط قوي على اللعيبة، وده وضع طبيعي بيحصل في الزمالك والاهلي طبيعي. ف
ففي لعيبه ما بتستحملش الضغط ده. هما ما يعرفوش ان هما ما يستحملوش الضغط ده غير لما فعلا بينزلوا الملعب. طبعا طبعا. وحتى كمان اللي بيجيب اللاعب انا ما اقدرش ان انا اضمن ان اللاعب ده هيستحمل الضغوطات ولا لا. يعني انا شايف انه لاعب امكانياته كويسه ولعيب كويس في ناديه. فانا بجيبه الزمالك او بجيبه الاهلي انا ما اقدرش اجزم ان اللاعب ده هيبقى مؤثر معايا في الـ في الـ في الزمالك او في الاهلي. طب هسالك السؤال اللي سالته الكابتن حماده صدقي امبارح. برضو بتعتقد او بتؤمن بفكره ان فانيله الاهلي والزمالك تقيله على بعض اللعيبه يعني طبعاً. تقيله طبعا طبعا. لا لا اللعب في الزمالك والاهلي مختلف. ما هي دي الفكره. ان انا طول الوقت مطالب ان انا اكسب، طول الوقت اي بطوله انا داخل فيها مطالب ان انا اكسب. ففي ضغط غير طبيعي، خصوصا كمان انه المباريات بقت كمان من غير جمهور، فده كمان قلل الضغط شويه على اللعيبه جدا. بس برضو يعني مع احترامي لاي نادي انا بقول وفي لاعب بيعرف يلعب مع الضغط الجماهيري وجود الجمهور، يعني بيرسي تاو مثلا واحنا بنتكلم عن لعيب برضو كان بادئ بمستوى مش قد كده، وبعدين شفنا بقى تفوقه وتالقه لحد امبارح، شفنا في ماتش الترجي عمل ايه بيرسي يعني تاو. بص برضو انا يعني طبعا ممكن يكون لعيب لعيب كويس طبعا، بس شكلك برضو عندك تحفظات برضو مش ده اللعيب اللي انا برضو ادفع فيه على بيرسي تاو. يعني مش بالنسبه لي مش مؤثر. يعني لو بيرسي تاو مش موجود وحطيت مكانه حسين الشحات هتحس بالفرق؟ هتحس بالفرق؟ يعني لا مش هتحس بالفرق. انما لما تشيلي علي معلول وتحطي مكانه اي حد لا هتحس بالفرق. هو ده اللعيب بقى اللي انا بتكلم عليه. انه الصفقه بالظبط كده. لو شلته من الملعب بحس ان في فرق فعلا. فهو ده اللعيب المحترف او اللعيب الاجنبي اللي انا لازم يبقى متواجد في الزمالك وفي الاهلي تحديدا. لانه الانديه الباقيه ممكن ان انا اجرب، يعني عندي مجال للتجربه. انا مش مطالب ان انا اخد بطوله. أيوه. او مش مطالب ان انا كل المباريات اكسب فيها. فعندي فرايتي ان انا اجرب وعندي الاريحيه والوقت ان انا اجرب. فانما في الزمالك والاهلي لا طبعا التجربه بتبقى صعبه جدا بصوره طبعا بتبقى مستحيله. يعني بتتوقع ان ممكن نادي الزمالك يخطف المركز الثاني في الدوري ولا في انديه اخرى هي الاقرب؟ لا يعني مش شايف ان الموضوع بعيد، يعني خصوصا انه برضو يعني مع احترامي طبعا لفيوتشر وبيراميدز مقدمين موسم جيد، خصوصا فيوتشر تحديدا مقدم موسم جيد. بس برضو في الاخر الكورة فيها متغيرات كتير وفيها احداث كتير بتحصل، فما اقدرش برضو اقول انه يعني ااكد ان فرقة من الفرق دي تقدر ان هي تاخد المركز الثاني. انما في يعني لو احنا مثبتين الحالة بتاعت الزمالك في الوقت الحالي لا يعني الزمالك لا ما ياخدش المركز الثاني، ما يروحش المركز الثاني. لا لو بالحاله اللي احنا فيها لغايه دلوقتي. انما زي ما بقول لك في حاجات متغيرات كتير يعني. الزمالك في البطوله العربيه تقريبا اعتقد ان مجموعته مش سهل. لا مجموعه الزمالك فيها مع النصر اعتقد ومعاه والشباب السعوديين شباب. ايوه تهيألي في فرقه كمان تهيألي بس مش فاكر مين. النصر والشباب هم ثلاثة بس في المجموعة. مجموعة صعبة طبعا اكيد. ما انا بقول لك هي لو انت فضلت في الحالة دي لا الموضوع هيبقى صعب جدا. طب اوسوريو ما عندوش وقت كافي ان هو يعني يعيد حساباته مرة تانية؟ لا هو في وقت يعني في وقت موجود، بس هو برضو هيلحق. هو لازم ياخد رأي او يسمع لرأي الكابتن مدحت عبد الهادي بقى الكابتن عبد الواحد السيد كابتن محمد عبد المنصف الناس المصريين المتواجدين في الجهاز، لان هم ادرى باللعيبه منه في نفس الوقت هياثروا عليه المسافه. يعني النهارده مثلا هو حط حسام عبد المجيد في نص الملعب. يعني دي صعبه جدا لو انت سالت اي حد اي مدرب ماشي في الـ في الـ في, الـ في النادي مش يعني مش معاه في الجهاز هيقول له مستحيل. هم اللي بيكلموا حضرتك اللي هم في الجهاز الفني مع مستر اوسوريو بيقولوا لك ان عن شخصيته انها شخصيه عنيده لا شخصية لا خالص لا مش عنيد ولا حاجه. لا يعني هم ما صوته ما من دماغه يعني انا قلت هو ده اللي انا قلت لك في الاول انه الاجانب عموما
على طول صوتهم من دماغهم. مش بي يعني ما بيديش مساحه كبيره للمساعدين اللي معاه زي مستر فيريرا. ما مستر فيريرا كان كده برضه، هو ممكن يسمع انما في الاخر قراره هو او فكره هو اللي هينفذ، هو المسؤول عنه كمان بالظبط. بس في فرق لما انا اكون متواجد مع الفرقه بقالي فتره كبيره، وفي فرق ان انا لسه جاي بقالي فتره قصيره ومفيش انسجام ولا اعرف اللعيبه اساسا بالزبط. ولا بالظبط. فهي دي الوقت اللي انا محتاج فيه ان انا اسمع الـ 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 الناس المصريين المتواجدين في الجهاز. طيب اتكلمنا عن نادي الزمالك، خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نتكلم عن الاسماعيلي وفوز الاسماعيلي النهارده بنتيجه 2-1 لصالح الاسماعيلي امام الزمالك. بعد الفاصل مع ضيف اللي مشرفني في الكلاسيكو كابتن جمال حمد. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين في الكلاسيكو. مشرفنا ومنورنا في البرنامج كابتن جمال حمزه نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، اهلا بيك. وكنا بنقول قبل الفصل ان احنا هنتكلم بعد الفصل عن الاسماعيلي ونتائجه، خاصه مع كابتن حمزه الجمل. التحول الايجابي ده شايفه يحسب؟ هل في فرص فعلا وارده يعني من النجاه من فكره الهبوط؟ يعني هم ماشيين بصراحه بشكل جيد جدا. هم بس خسروا المباراه اللي فاتت من بيراميدز، هي دي اللي كانت ممكن تكون عطلتهم شويه، انما هم بقى لهم فتره مع الكابتن حمزه الجمل اعتقد الموضوع بقى يعني اتغير. هو من ساعه برضو اما كان ميدو متواجد الموضوع ابتدى. ايه اللي حصل مع كابتن ميدو يا كابتن جمال؟ كان في مشاكل كتيره جدا في النادي الاسماعيلي طبعا، واللعيبه كانت ما يعني ما خدتش فلوس طول الموسم ولا الموسم اللي قبله. وبعدين كان في مشاكل انه الاداره جابت لعيبه جديده وادوها ادوا اللعيبه الجديده الفلوس واللعيبه القديمه ما خدتش فلوس، في ناس كانت لسه عايزه تجدد عقودها، يعني كان في مشاكل ماديه كبيره جدا جدا جدا. فميدو كان بيحاول ان هو يعني يلم الدنيا بشكل كبير. فلما المجلس بقى قدم استقالته جت لجنه اعتقد دلوقتي هي اللي بتدير النادي، لجنه معينه فهم كانوا شايفين انه الافضل ان هم يبقى الكابتن حمزه الجمل يعني هو المتواجد مش ميدو. فالفرقه كانت ابتدت تقوم مع ميدو، والكابتن حمزه الجمل كمل بصراحه الموضوع بشكل جيد جدا. هو طبعا احد ابناء يعني الاسماعيلي، وعارف الاجواء وعارف اللعيبه وعارف اللي بيحصل، ومعاه طبعا الكابتن محمد حمص يعني برده كلهم من ابناء الاسماعيليه. فاعتقد ان الموضوع ابتدى يبقى فيه شكل جيد جدا عن بدايه الموسم. وطول ما المشاكل الماديه ومشاكل الاداريه بتقل هتلاقي ده بينعكس على اداء اللعيبه. يعني الكابتن حمزه نقدر نقول انه استفاد من فتره تولي ميدو للاسماعيلي في الفتره اللي فاتت وكمل عليها المشوار؟ أكيد. ممكن يكمل كمان بعد كده؟ اكيد اكيد. لانه لما استلم فرقه وهي مثلا على الاقل 50% غير لما استلم فرقه وهي 10%. ايوه. فبتاثر الطريق شويه عليا، فاعتقد ان الكابتن حمزه فعلا استفاد من الفترة تواجد ميدو في الفترة اللي قبليه. وزي ما قلت لك هي الموضوع كله لو انت بتحل الازمات المادية اللي عندك والازمات الادارية اللي موجودة عندك، خصوصا ان الاسماعيلي بتاريخه وجماهيريته ما يليقش طبعا ان هو يكون متواجد في المركز الاخير والمركز اللي قبل الاخير. فاعتقد ان هم يعني ابتدوا يطلعوا شوية في الجدول، وده برضو بيقلل الضغط من على اللعيبة، لانه برضو اللعيبة غصب عنها بتبقى اكيد عايزه تكسب، بس في الاخر برضه هو المكسب مش بيجي ان اللعيبه تنزل تلعب وخلاص، لا في حاجات كتيره جدا لازم تعملها عشان اقدر ان انا اكسب، خصوصا انه الانديه كلها او الاغلب المستويات كلها بقت قريبه قوي من بعض. فاللي هو ما عندوش مشاكل هو ده اللي بيقدر ان هو ينجح. انما الفرقه اللي بيبقى عندها مشاكل اداريه ومشاكل ماديه طب صعب جدا. يعني مشكله الاسماعيلي فنيه اكتر ولا اداريه؟ لا اداريه طبعا. اداريه طبعا طبعا اداريه بشكل كبير اداريه، وكانت ماديه بشكل كبير جدا. فلما حلوا يعني جزء كبير منها اعتقد ان ده بان على اداء اللعيبه، لان هي اللعيبه هي يعني انت ما غيرتش حد.
فأدام يعني إمكانيات اللعيبة دلوقتي الحالية نقدر لو في استقرار إداري بنتكلم ممكن إنهم يكونوا في مركز متقدم مثلا؟ مش هيبقى في مركز متقدم يعني مش هيخش المربع مثلا إنما في الآخر مثلا هيبقى موجود في المركز 7، 8، 9 عشر يعني بس مش ل 12 ومش ل 14 لا مش بالظبط مش هيسرع الهبوط بالظبط يعني بالظبط مؤمن برضو فكرة أولاد النادي لما بنيجي نتكلم على إسماعيلي نقول أبناؤه أولى بيه أولاده عارفين الزمالك نفس الكلام الأهلي نفس الكلام طبعا. مع الإسماعيلي تحديدا برضو مؤمن بفكرة أنه أولاد النادي الأولى بيه اللي عارفينه وعلى دراية بيه سواء إداريا أو فنيا صح يعني عندك حق أنا موافق مليون في المية أنه دايما الـ ابن النادي لما دايما بيبقى فيه حتى مشاكل ممكن يستحملها غير اللعيب مثلا اللي جاي من بره او المدرب اللي جاي من بره لا انا جاي بشتغل فلو انا ما خدتش المقابل بتاع الشغل بتاعي ممكن ما كملش ممكن ما استحملش المشاكل اللي بتحصل انما ابناء النادي بيبقوا عندهم يعني عايزين يردوا جميل النادي عليهم وعايزين يبقى برضو مرتبطين اكتر بالجماهير لو هو طبعا نادي جماهيري بنتكلم على الزمالك او الاهلي او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد او المحله دايما ابناء النادي بيبقى فيه ارتباط قوي جدا بينهم وبين الجمهور فبيبقوا على درايه زي ما انت قلتي كده بالمسائل كلها في مشاكل ما فيش مشاكل عارفين اللعيبه عارفين مجلس الاداره على علاقه كويسه بيهم على علاقه كويسه بالجمهور فكل الامور دي اعتقد ان هي يعني بيبقى ليها شكل ايجابي اكتر من اي حد بيبقى من خارج المنظومه او من خارج البلد او من خارج المدينه او من خارج النادي لا طبعا انا شايف ان هي بتفرق بشكل كبير جدا وفي اسماء بقى يعني احنا بنتكلم عن كابتن مدحت عبد الهادي كابتن طبعا. منصف عبد الواحد كابتن عبد الواحد السيد طبعا اكيد يعني دول من ابناء الفتره صعبه كمان يا كابتن بياكد الكلام اللي حضرتك بتقوله طبعا اكيد ما هو ده اللي انا عشان كده بقوله لك انه مستر اوسوريو لازم ياخد رايهم في الحاجات اللي هو ممكن يكون عايز يعملها وشايف انه هم شايفين انه مش وقتها مثلا او شايفين انه في حاجه هو مش فاهمها لازم يوضحوها له فعشان كده انا شايف انه اللي هيأثر المدة بتاعت ان هو مش عارف يتعرف على اللعيبة او مش عارف امكانيات اللعيبة المتواجدة لانه برضو المباراة اللي فاتت مثلا راح حاطط حمزة المسلوسي هو اللي في نص الملعب وسيد نيمار هو اللي باك رايت فلو انت برضو بتسأل اي مدرب مصري هيقولك لا ما انا ممكن نعمل العكس يعني ممكن نخلي حمزة المسلوسي هو الباك رايت ونحط سيد نيمار في نص يعني في حاجات في تفاصيل صغيرة ممكن الراجل المتواجد في النادي او اللي هو ابن ما النادي ما ياخدش باله منها الراجل الاجنبي ممكن ما ياخدش باله منها انما المصري المتواجد اعتقد اكيد هيبقى على درايه اكتر بكتير يعني. طب عايزين نتكلم عن امام عاشور شويه وبرده في الانترو كنا بنتكلم عن احتمالات رجوع امام عاشور لمصر شايف ان ده ممكن فعلا يحصل امام ممكن يرجع في يعني ملحقش يعني انا مش موافق بصراحه يعني مش موافق ان هو فعلا فكره انه لو هو فعلا بيفكر حتى في الرجوع يعني انا مختلف معاه بشكل كبير جدا يعني بس النهارده في تراجع عكس البدايه القويه اللي بداها مع ميتلن كل ده هيحصل ما هو ده اللي بيقويكي في الغربه وفي الاحتراف ان انا لازم همر بكل الظروف صعوبات مش الموضوع مش هيمشي طب ما انت بداتها حلوه ما انت سجلت في اول ماتشين هدفين مش شرط مش شرط يعني مش شرط ان انا لو هحترف 10 سنين ال 10 سنين كلهم حلوين او ال 10 سنين كلهم انا كويس بس فيهم بس بتقدر ترجع تاني بسرعه دي نقطه مهمه جدا هي دي بقى النقطه اللي بتبين شخصيه اللاعب شخصيه قويه ولا لا يعني محمد صلاح لما راح تشيلسي ما كانش بيلعب خالص ما كانش متواجد خالص انما شخصيته قويه قدر ان هو يستحمل راح رايح على ايطاليا اعاره وبعد كده رجع تاني على ليفربول او راح روما الاول بعدين راح لليفربول فعنده الثبات الانفعالي وعنده شخصيه قويه انه قادر ان هو يستحمل الموضوع انما لو فكره ان انا لعبت مباراه وحشه او لعبت مباراتين وحشين او ان انا مثلا المدرب بقى بيقعدني مثلا على دكه البدلاء ماتشين ثلاثه فهذا اقول انا عايز ارجع مصر لا انا شايف انه ده يعني مش فكر احترافي ومش فكر واحد شايف ان هو عنده
امكانيات ان هو يستمر اكتر من كده بكتير في اوروبا، ولازم يبقى مش ميتلاند هو ال 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 الحته اللي انا عايز اقف فيها او النقطه اللي انا المفروض اقف فيها، لا دي نقطه الانطلاق يعني ان انا لبره لاوروبا بالظبط كده، ان انا اروح بقى الدوري الانجليزي، اروح دوري المانيا، اروح يعني يبقى دي النقطه اللي انا ابتدي منها، مش ان انا اروح ميتلاند وبعد كده بعد ست شهور عايز بفكر تاني ان انا ارجع مصر بقى واشوف الزمالك واشوف الاهلي، يبقى انا سافرت ليه من البدايه؟ بتبقى عقليه لو اتكلمنا يعني عن اسباب او عدم طبعاً نجاح كتير من التجارب الاحترافيه باستثناء محمد صلاح بقى والنني وتريزيجيه طبعا. بشكرك يا كابتن جمال، شكرا، شرفتنا النهارده في الكلاسيكو. ربنا يخليك، ميرسي. ودي كانت حلقتنا يوم الجمعه، نلتقي في الكلاسيكو الساعه 11 بالليل. تصبحوا على خير.